السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع أم أيوب. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم الزيتون مشرمل كيف ما كتشوفوا، الزيتون ديال الدار اللي مرقد في الدار بلا صودا وبلا ملحة، كيجي زوين بزاف. غادي نحتاج في هاد الشرموله ان شاء الله زيت الزيتون، واحد الحامضه مصيره، جوج فصوص ديال الثوم، ومعلقه صغيره ديال الهريسه، والقزبر والمعدنوس. واللي ما بغاش الحار ممكن يستغنى عليه. اول حاجه غادي ناخذ واحد الصفايه، غادي نصفي الزيتون، نحيد ليه هذاك الماء اللي كان مرقد فيه. من بعد ما يتقطر مزيان غادي نغسلو شويه ديال الماء ونحيد ليه هذوك الطروفا ديال الحامض اللي كانوا مرقدين معاه، ونخليه يتسقطر مزيان. وغادي نديرو في هذه الانيه ديال الزاج اللي غادي نحضر فيها الشرموله. كما كتشوفوا الزيتون بلدي محضر على اليد، كيجي زوين بزاف بلا صودا وينجح معاك من اول تجربه. غادي نضيف ليه القزبر ومعدنوس اللي قطعتهم رقاق، غادي ناخد هذيك الثومه نحيد ليها القشور، من بعد نحكها في الحكاكة رقيقة. الحامضة المصيرة غادي نقطعها قطع صغيرة، نحيد لها هذوك العظيمات اللي تيكونوا فيها الداخل، ونقطعها بالجلدة ديالها. بالنسبة لهاد الحامض حتى هو مرقد في الدار، وان شاء الله بإذن الله في شي فيديو قادم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي كيفاش كنرقد الحامض. كيجي زوين بزاف، كيجي تماما بحال اللي كناخدوهم عند اللي كيبيعوا الزيتون. كما شفتوا قطعته قطع صغيره، غادي نضيفوا لهذاك الزيتون، غادي نزيد عليهم هذيك المعلقه صغيره ديال الهريسه، وهنا غادي نزيد الكمون كما كتشوفوه حبوب اللي سخنته واحد شويه، وغادي نحكو غير بين الايديه.
هكا كتكون الفعالية ديالو قوية والنسمة ديالو مجهدة حيت كيكون عاد مطحون. ودائما هذه هي طريقتي انا، مثلا نطحنوش ونخليه مدة طويلة، دائما اللي كنحتاجو كنطحنو هذيك الساعة نخدم به، ومرة اخرى نعاود نطحن كمية اخرى. دابا غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نخلطوهم مزيان باش الزيتون يتنسم لينا بزيت الزيتون وبالهريسة والحامض وبالثومة. اللي بغى يضيف واحد شوية ديال الزعتر ممكن يضيفو حتى هو، كيجي معاه زوين. وممكن تضيفوا حتى شوية ديال القزبور يابس مطحون واحد شوية، حتى هو كيتواتى مزيان مع الزيتون كيعطي مذاق رائع. النتيجة النهائية هي هذه كيف ما تتشوفوا، كيجي زوين بزاف. واهم شيء هو انه محضر في البيت وتعرفوا اشنو تتاكلوا اشنو تتوكلوا لوليداتكم. ممكن تحطوه في وجبة الفطور او لا في الكسكروت، كيجي مزيان ولذيذ بزاف. دائما حضروا واحد الكمية اللي تكون قليلة حتى تسالى ليكم، عاد عودوا ديروا كمية واحدة اخرى. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا اللايك وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد الوصفات اللي غادي يكونوا ان شاء الله وصفات سهلة وبسيطة وفي المتناول. وان شاء الله غادي تكون قناة متنوعة، كنتمنى المحتوى ديالها يعجبكم. وما تنساوش تشجعوني بالتعاليق ديالكم وبالدعم ديالكم. هنا وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله بإذن الله نلقاكم في فيديو قادم، وانتم بألف خير وبصحة وبعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.